بنطلع على الويف فورم. الويف فورم هاي بدي احسب الار ام اس. هلا لو انها كانت الويف فورم هاي كلها كونستانت بقدر احسب الار ام اس بكون 56.1. لو كانت زي هيك كمان رح يكون الار ام اس لو كانت بروبر سكوير ويف، لانه هون رح يكون 56 وهون 56 طول الوقت. هلا القانون بيقول انه في او اي ار ام اس عفوا لهي بيساوي هاي هون قديش نسبتها من ال 360؟ كم درجه هاي؟ 120. قديش نسبتها من ال 360؟ 1/3. اذا هاي بتساوي 1/3 من الوقت هون بتساوي 56.1، وهذا رح اخذ زائد 1/3 من الوقت شو بتساوي؟ ماينس 56. هل بيفرق الماينس؟ لا. لاني ايش عم عامل؟ تلتين. طيب والثلث الاخير من الوقت قديش قيمتها؟ زيرو. كيف صار الثلث الاخير؟ 60 و60. قديش صار؟ 120 زائد 0 تربيع 1/3. يعني بصير اطلع على الفترات المختلفه قديش قيمتها بالفترات المختلفه بربعها. هاي كاني عمالي بقول ايش؟ انه اي سكوير بتساوي هاي الكميه اللي موجوده هون. ثلث الفتره قديش كانت قيمتها؟ 56. ثلث الفتره قديش كانت قيمتها؟ ناقص 56. وثلث الفتره قديش كانت قيمتها؟ زيرو. ماشي واضح هاي؟ هذا القانون. هذه ما بتاثرش علي. والماينس هون ما بتاثرش علي، شايفين الافرج بروحوا مع بعض، بس الار ام اس ما بروحوا. ليش؟ لاني بربع. لما بربع هون بيختفي، لان انا بفتش على الباور اللي بالسيجنال. هل الباور بتختلف اذا كان بوزيتيف او نيجاتيف؟ لو انا مررت كارنت في ريزيستر، مرات مررته بوزيتيف، مرات مررته نيجاتيف، مره باخذ حراره ومره بسحب حراره، ولا بالمرتين بعطيه حراره؟ بالمرتين بعطيه. اذا عم بعطي باور بغض النظر عن الاشاره اللي موجوده هون. الباور الموجوده بالسيجنال ما بتاثر الاشاره فيه، الافرج بياثر، لكن ار ام اس ما بياثر. حد يحسب لنا هاي القيمه من هون، هاي بتصير عباره عن 2/3 جذر 2/3 في 65.1 تربيع. اذا حد معاه اله حاسبه يحسب لنا اياها. يعني انا بقدر اطلع 56 برا على فكره، مش هيك؟ بقدر اطلع 56 هاي برا، وبايش بضل عندي جوا؟ جذر 2/3، يعني هاي بتساوي 56.45 جذر 2/3 ايش بتساوي؟ 45.8 ار ام اس. نسال سؤال سريع نراجع مره ثانيه، شو بتمثل؟ ليش احنا مهتمين بالار ام اس؟ ايش الار ام اس بمثل بالنسبه لهي السكه؟ شو بيحكي لي عن ايش؟ الباور اللي موجوده فيها، هاي بتعبر عن الباور الموجوده فيها. احنا عارفين الافرج تبعها قديش هاي الويف فورم؟ زيرو. لا الافرج، الافرج تبعها زيرو لانه في تماثل، مش هيك؟ هذا جزء مساوي لهذا الجزء، بس الار ام اس اللي موجود بهاي السيجنال شو بيساوي؟ 45.8 امبيرز، وهي بتمثل الباور الموجوده بهاي السيجنال.